يا حلاوة يا ولاد، يعني هنطلع في التلفزيون؟ ايوه يا استاذ، هتطلع في التلفزيون. استنى قبل ما نبدأ الفيديو، لو عجبك اكتب لنا كومنت واوعى تنسى اللايك، واستنوا عشان فيه في اخر الفيديو مفاجأة هتعجبكم. وكله يصلي على النبي علشان ناخد حسنات، وانتوا كمان تاخدوا حسنات. يلا بينا. انجدينا يا حكومة، انقذينا يا حكومة، اغتينا يا حكومة، الحقنا يا بوكباشي، انقذنا يا بوكباشي، بنموت يا بوكباشي. هو في ايه بالظبط؟ مالكم داخلين مهيصين ومهللين كده ليه؟ الكهرباء الكهرباء كل شوية تقطع يا باشا، ومش عارفين نعيش حياتنا، لا عارفين ناكل ولا عارفين نشوف ولا عارفين نتهوى. طيب والاكل ماله ومال الكهرباء؟ ما احنا ما بنشوفش نعمل الاكل. بالنسبة للهوا احلها لكو، مش شرط مراوح، مش شرط تكييفات، ربنا عامل لنا هوا طبيعي. افتح الشبابيك يا سيدي وفتح البيبان وهتتهوى. طب والضلمة يا بيه؟ ما بنقولك ما بنشوفش حاجة، طول اليوم ماشيين نحسس. هقولكو، عايزكو تسمعوا الكلمتين دول وتحطوهم حلقة في ودانكو، الشوف مش بالعين. امال بايه؟ بالقلب، الشوف بيبقى بالقلب. صدقوني لو شفتوا الحاجة بقلبكو الدنيا كلها تتغير، لازم يكون عندكو بصيرة. يا لاوي النور قطع، الله يخرب بيوتكو، وشكو فقر. بقولك يا شويش، خدهم لي هما الاتنين وارمهم لي في الحجز. من عيني حاضر اختي. اهو النور جه، خلي البصيرة تنفعك بقى. السلام عليكم. وعليكم السلام. معاكم برنامج بكل صراحة، ممكن اصور معاكم؟ يا حلاوة يا ولاد، يعني هنطلع في التلفزيون؟ ايوه يا استاذ، هتطلع في التلفزيون. ماشي طبعا صور. صور يا ابني ابتدي. اهلا بيكم في برنامج بكل صراحة، ودلوقتي معانا اسرة مصرية بسيطة بتتكون من 3 افراد، هنسألهم ايه رأيكم في جدول انقطاع الكهرباء الجديد. اقول انا؟ اتفضلي يا مدام، قولي كلمتك. احب اقول للسيد المسؤول بتاع الكهرباء، بلاش يا اخويا تقطع علينا الكهرباء، الصبح بنبقى نايمين والمروحة يا دوب بتزق معانا اليوم، وبلاش بالله عليك تقطعها الظهر عشان بنبقى لسه صاحيين وهنفطر ومش ناقصة فرهضة، الجو حر. انما بقى يا اخويا العصر بلاش تقطعها برضو علشان انا هطبخ، والله هطبخ. وبلاش برضو المغرب علشان انا مرة حمرت البطاطس بالخل بدل الزيت والله. والعشاء بلاش بالله عليك علشان العيال بيخافوا يطلع لهم ابو رجل مسلوخة. انما بقى بالليل خالص بلاش برضو، لحسن بنخاف ننام في الضلمة. انما بقى يا اخويا اي وقت تاني غير الاوقات دي اقطعوا عادي ولا يهمك. يا لاوي يما، هو في اوقات تاني غير الاوقات دي؟ حلها بقى يا عم المسؤول. كنت عايزه اقول لك على حاجه كده يا حاج. الله، ابتدت الاسطوانه المشروخه. عايزه اقول لك على حاجه كده يا حاج، قولي يا ستي اديني سامعك. لا بس انا عايزاك تحلف الاول وتقول لي والله هقول لك الحقيقه. احلف ايه بس؟ قولي وانا هقول لك الحقيقه. بقولك يا حاج احلف واخلص، قول والله هقولك الحقيقة. يا لاوي انت بتتحولي كده ليه؟ ماشي يا ستي والله هقولك الحقيقة. ايوة تمام كده. هو انا بقى يا حاج لو جرالي حاجة هتتجوز عليا؟ يا بنتي الوربة، حلفتيني عشان ما اعرفش اكدب؟ طب انا هخلع ازاي دلوقتي؟ جرائي يا حاج، هو السؤال صعب قوي للدرجة دي كده ولا ايه؟ الحمد لله النور قطع. هو انت بتحمد ربنا على قطع النور؟ يا وليه البني ادم لازم يحمد ربنا في السراء والضراء. مش مهم يا اخويا النور قطع قاطع، جاوبني كده وانا مش شايفاك. هي دي فرصتي الوحيدة والنور قاطع، اهرب. يا حاج يا حاج ما بتردش ليه؟ هو انت فين يا اخويا؟ هو انت شايف ابوك يا واد؟ لا يا ماما شكله مش موجود. مش موجود؟ يا حزني النور جه. تعالالي اللالي اللالي يا حبيبي تعالالي. المرة دي حسبي الله ونعم الوكيل، في بتوع الكهرباء مش عشان فصلوها علشان شغلوها. لا يا عمي لا يا عمي،
لا يا عمي كده كتير. والله العظيم يا جوز بنتي فعلا كده كتير، الواحد زهق. ايه ده انا مش فاهمة حاجة. هو ايه اللي كتير يا حاج؟ وانت يا بابا زهقت من ايه؟ هو انت فاهمة حاجة يا ماما؟ وغلاوتك يا بنتي ما فاهمة، هما الرجالة كده كلهم الغاز. في ايه يا جدعان مالكو مكبرين المواضيع ليه؟ انا وعمي فاهمين بعض، اصل احنا قاعدين مستنيين النور يقطع بقالنا ساعتين ولحد دلوقتي ما قطعش، حاجة تقرف. هو انتوا عايزين النور يقطع؟ الحق يا حماية، ده ما يعرفوش فوائد قطع الكهرباء. ايه ده هو انتوا ما تعرفوش فوائد قطع الكهرباء؟ هو قطع الكهرباء لفوائد يا جدعان؟ طب ما تقول لنا يا شملول انت وهو ايه فوائد قطع الكهرباء. اول حاجة صلة الرحم، بتجمع الناس كلها مع بعض ونقعد كلنا في اوضة واحدة وعلى ضوء الشموع، وجميلة جدا لمرضى السكر والضغط، يعني مش هيقرأ جرايد ويعكنن نفسه، ولا هيخش على النت ويعكنن نفسه، ولا هيسمع اخبار في التلفزيون ويعكنن نفسه، ضغطه هيتزبط وسكره هيتزبط. لا كمان وبيريح حاسة البصر، وبيقوي حاسة السمع، وبيبقى احساسك عالي علشان بتمشي تحسس، وناس كتيرة بينشط لها الدورة الدموية ويقوي لها عضلة القلب علشان بتطلع على السلالم مفيش اسانسير. وبعدين افيد حاجة فيه ذكر الله. ايوة صحيح، اول ما النور يقطع تقول استغفر الله العظيم يا رب، واول ما النور يجي تقول الحمد لله. طب هقول لك انا بقى يا شملول اضرار قطع الكهرباء. قولي لهم يا بنت قولي لهم، انا قاعدة سامعة وساكتة من الصبح. الكهرباء يا ناصح انت وهو لما بتقطع الصبح بنعرق ونتغرق عرق، والمية ما بتطلعش غير بالمطور، والمطور بيبقى فاصل، يعني هتشموا ريحة عرق للصبح لما هتتعموا. بتقوم على الصبح عايز تعمل حمام والنور قاطع، يعني مفيش مية، علشان المية بتطلع بالمطور زي ما قلتلك. قوليله وهنعمل ايه يا اخويا؟ هنمسك بطن العيال؟ هيضطروا يخشوا يعملوا. شم بقى يا اخويا روايح العرق مع الروايح التانية، هتعمل ميكس ايه فل. ايه رأيك يا عمي في الموضوع ده؟ ايه اللي يكسب، الاضرار ولا الفوايد؟ لا طبعا يا جوز بنتي، الفوايد هي اللي تكسب. عارف ليه؟ ليه يا حماية؟ علشان كده النور قاطع مش قاطع، هم رحتهم معفنة. اختي رجالة غم، قال احنا رحتنا معفنة. قال يا لهوي النور قطع يا ولاد النظارة. يلا يا بنت نعرق ونشممهم العرق على حق. مدام وصلت لحد هنا يا زمولكس، يبقى انت كده في اي بي. ودلوقتي هنشوف احلى تعليقات جات على الفيديو اللي فات، والتعليقات اللي هتيجي على الفيديو ده هنعرضها على الفيديو اللي جاي. يلا نشوف التعليقات.